أكثر من 1,047,000 حالة ولادة جديدة شهدها العراق خلال عام 2023 بحسب بيانات وزارة الصحة، بزيادة 15% عن عام 2022. هذه الزيادة المتتابعة سنة بعد أخرى دقت جرس الإنذار لدى اقتصاديين حذروا من تسبب عدم توظيف الموارد الاقتصادية بما يوازي هذه الزيادات بمشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة. عدم توظيف الموارد الاقتصادية المتاحة في البيئة العراقية مع زيادة مثل هذه الزيادات التتابعية قد تؤدي إلى إضعاف الخدمات المقدمة إلى سكان العراق، وبالتأكيد تقديم مشاكل اقتصادية من حيث السكن، توفير الكهرباء. متخصصون في علم الاجتماع أوضحوا أن مثل هذه الزيادات تقابل بقوانين صارمة لتحديد النسل عالميا، كما في بعض الدول التي عانت من التضخم والاكتظاظ السكاني، مؤكدين أن توفير فرص العمل وتأهيل الشباب وتمكينهم مع البدء بحملات التوعية من مخاطر التضخم السكاني على المناطق الحضرية هو ما يجب اتخاذه للسيطرة على معدل النمو السكاني المتزايد في البلاد. يجب أن لا يفكر المسؤول بعشوائية، يعني أنه هسه إحنا ما نذهب إلى قوانين تحديد النسل، يعني لا زال الوقت مبكرا. نحن نريد من المسؤول أن يفكر بطريقة مسؤولة، بطريقة اجتماعية، أي خلق فرص عمل، تشغيل الشباب، يعني بصورة أوضح إذا كان الشاب منشغل بالعمل، منشغل بمسؤولياته الاجتماعية، مسؤولياته الوطنية، بل حتى إذا كانت لديه اهتمامات سياسية واجتماعية أخرى، هذا هو يدفع الشاب لكي يعيش حياة اقتصادية مرفهة، هو يقلل الإنجاب. ولبعض المتخصصين رأي آخر يتلخص في وجوب قيام الدولة بتحسين إدارتها للموارد الاقتصادية للاستفادة من الزيادة السكانية في جذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المشاريع الكبرى عبر توفير بيئة صالحة مدعومة بأيد عاملة ماهرة وبأسعار مناسبة. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.